20 وإلى 50% بمناسبة العودة إلى المدارس. كل الحقائب أغلبها من 20 وإلى 50%. كل الحقائب هذه عليها تخفيض 50%، والتشكيلة تلك الحقيبة محافظة الطعام مع المقلمة 50%. على سبيل المثال هذه الحقيبة من 3.900 ريال صارت 1.950 ريال بس، وهذه التشكيلة كلها عليها 50%، وقمصان البنات مال المدارس عليهن 50%. على سبيل المثال هذا القميص من 2.900 ريال صار 1.450 ريال بس، وشوف التشكيلات. بواطلين مال البنات مال المدرسة عليه 30%، وهذه القمصان كلها عليها 30%. ما شاء الله، شوف الديكور الجميل والترتيب، أغلب اللي في المحل من 20 وإلى 50%. في محل العبير للأزياء بولاية سمايل من 20 وإلى 50% بجانب بنك عمان العربي وبمقابل بنك مسقط، وإذا ما عرفت اطلب اللوكيشن من رقم. وصلت المقلمات بتشكيلات مختلفة، ومطارات الماء يشوف التشكيلات مختلفة وكثيرة وأسعار متفاوتة. حافظات الطعام بعد متوفرة وبتشكيلات مختلفة، وهذه الفساتين كلها 30%، وهذه القمصان الجميلة عليها 50% مال الأطفال. على سبيل المثال هذا التيشورت الجميل من 1.400 ريال صار 700 بيس، وهذه القمصان كلها الخام تركي الكرتة مع الباطلون 50%. أحذية المدارس البنات والأولاد كل هذه التشكيلات صارت بريالين واحد. هذا القسم كامل من الأحذية كل الحبة على ريالين، وهذه القمصان شوف المميزة كلها 30%. قمصان نسائية فخمة كل هذه التشكيلة اللي تشوفها هنا واللي هنا 30%، والبواطلين الجلس النسائية الخام تركي 30% تخفيض. الملابس النسائية هذه الفخمة كلها 50%، وهنا قسم كبير للتروليات ولمناز واستلم تخفيض فيه. شوف هذا المنزل الجميل عليه 50% الكبير، وداخل الصغير من 64 و450 صار 32 و225 بس، وهذا المنزل الكبير بعد عليه 50% صار سعره 29 ريال و875 بس، وهذه المنازل الخشبية كلها عليها 20% تخفيض. عندهم تشكيلة كبيرة من التروليات، نقي واختار وراحين يخفضوك في السعر. والتيشورتات الرياضية قميص مع الهاف كل هذه التشكيلات 20% تخفيض.